اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، ما هو قادم النادي الاهلي؟ كيف يلعب المباراه القادمه من وجهه نظرك بشكل عام؟ هل يعود بيتسو موسيماني؟ وسواء الهلال او تشيلسي، الاثنين هيبقوا فريق عنده قوه هجوميه كبيره طبعا. جدا، فبالتالي هل يظل محتفظ بطريقه 4-3-4-3 ولا يرجع تاني ل 4-4-2؟ طريقه 3-4-3 بتفقدنا شويه الناحيه الهجوميه. لا، هو واضح ان هو مصمم على الطريقه اللي هي 3-4-3، يعني في كل ماتشات الدوري، في حتى لغايه دلوقتي في ماتش السوبر الافريقي كله بيلعب 3-4-3، بس هو بيغير ال 4-2-3-1 في اوقات لما بنكون عايزين قوه هجوميه اكتر، او مثلا مغلوبين وعايز اعدل الوضع فبيزود. فانا اعتقد وبالذات لو مع تشيلسي، يعني يمكن مع الهلال يفكر شويه، لكن برضو الهلال فرقه مش سهله، بس هو الشكل العام ان هو ما بيغيرش اسلوبه، لكن هو هيغير في الافراد ده اكيد، يعني هو هيغير في الافراد ده ما فيهاش كلام. يعني اعتقد ان محمد عبد المنعم هيرجع طبعا، حمدي والسوليه وشريف في ظل وجود ديانج. ما هو ممكن يلعب، ما هو لو ما هيلعب محمد عبد المنعم ورا ايمن اشرف كده كده خلاص اتطرد مش موجود. فممكن واحد من اتنين هيقعد، ممكن رامي او ياسر، ويلعب حمدي زي ما بيعمل اللي هو ورا عمرو السوليه وديانج، ومعاه مثلا ياسر كده كده قفشه مش موجود كمان، هو قفشه كمان. فهيلعب حمدي معاه مثلا ياسر او رامي ومحمد عبد المنعم، ويمينه هيبقى هاني ومعلول، هاني ومعلول وديانج والسوليه، والخط الامامي بقى اعتقد انه هيستعين ممكن بشريف من البدايه، احمد عبد القادر ممكن من البدايه. فانا اعتقد هيحصل تغييرات في الافراد، لكن ممكن الطريقه يفضل زي ما هو يعني. في ظل وجود ان خلينا لو اتكلمنا عن تشيلسي بشكل عام، تشيلسي احنا بنتفرج عليه كلنا في الدوري الانجليزي، واحد من اهم واقوى الفرق في اوروبا وفي العالم الحقيقه. طبعا، وبيلعب كمان بالاسلوب اللي هو 3-4-3 كتير جدا، فشبه لعبنا، بس طبعا الامكانيات هتبقى مختلفه شويه. هم عندهم قدرات بدنيه وخططيه عاليه، يعني لعيبه ليهم ثقل، يعني منتخبات كتيره، فرنسا وانجلترا وكده، فالماتش هيبقى صعب، ونفس الشيء مع الهلال يعني. بالظبط. فانا هي كل الفكره، مش المشكله بقى قوه المنافسه، المهم انت تعدل وضعك وتشوف الاخطاء اللي انت وقعت فيها النهارده ايه، والايجابيات كانت ايه، وتحاول تعدل وتحاول باقصى جهد انك تقدر يعني مستر موسيماني يقدر في خلال 90 دقيقة، او اذا كان الموضوع هيستمر اكتر من كده، انه يستفيد من العناصر كلها في الاوقات المناسبة. اوكي. لان دي مهمة جدا، استغل الناس في الاوقات المناسبة دي مهمة جدا، اللي هي ادارة المباراة في اوقات معينة بتبقى مؤثرة جدا. مين اللي ينزل في الوقت ده تحديدا، مين اللي يتغير اللي خلاص مش قادر، مين اللي هيقدر يزود لي القدرة الهجومية، مين اللي هيقدر يزود لي القدرة الدفاعية. فهي المشكلة هتنصب علينا احنا اكتر في التعديلات اللي تحصل لنا. لكن في النهاية احنا لعبنا مع بايرن ميونخ، ولعبنا مع السنة الدورة اللي فاتت يعني، ولعبنا مع يعني فرق كبيرة جدا، بالميرس دلوقتي مرتين اهوت، ولعبنا فرق كتير، فاعتقد الوضع مش هيبقى مختلف كتير عن النهاردة. صحيح لو بالذات طبعا تشيلسي القوة هتبقى اعلى من بالميرس، لكن الهلال مش هيبقى اكتر من يعني هيبقى نفس المستوى تقريبا يعني. فانت خدت احتكاك كويس الوقت الثلاث ايام دولت، زي ما قلت لك الاستشفاء للعيبة الدوليين يكونوا ريحوا من الاجهاد بتاع السفر والماتشات اللي فاتت، يقدروا يزودوا القوة سواء الدفاعية بوجود حمدي فتحي والسولية يكونوا رجعوا في الاستشفاء محمد عبد المنعم، او القدره الهجوميه بوجود واحد زي شريف لما ياخد فتره اطول من كده يعني، او اذا كان هيبتدي المباراه يعني. طيب اخيرا يا كابتن، لو عندك رساله توجهها اولا للجهاز الفني واللاعبين، وثانيا لجمهور الاهلي. بالنسبه لجمهور الاهلي اقول لهم هارد لك، بس لازم تحطوا الظروف اللي كنا فيها قبل البطوله في امامكم او نصب عينكم يعني. يعني مش يعني صحيح احنا طول عمرنا نقول الاهلي بما حضر والاهلي مش عارف، ده جميل، واللعيبه فعلا في الماتشين حاولوا على قد ما يقدروا، لكن النقص كان كبير، والتعب في اللعيبه الدوليه حتى لما راحوا النهارده يعني وصلوا امبارح وبيلعبوا النهارده
موضوع صعب مش سهل يعني. طبعا وتخلص ماتش اول امبارح. فلازم يحط كل الامور دي يعني امامهم يعني، وهارد لك، وان شاء الله اللعيبه تفرحنا بالماتش الجاي وياخدوا المركز الثالث. بالنسبه لمستر موسيماني زي ما قلت التعديلات، احنا عملنا الجزء الدفاعي كويس من بدايه الماتش، ولكن كان ينقصنا الجزء الثاني في كره القدم اللي هو ازاي ابقى خطر لما تبقى معاك كره في الثلث الاخير بتاع الفرقه الثانيه، لان ده بيشيل عبء على المدافعين. بيدي لك طبعا لو قدرت تجيب جون بيدي لك معنويات اكبر للعيبه، فهي دي الحته اللي عايزه تتعدل مع تغييرات بعض العناصر من بدايه اللقاء واثناء بقى الماتش، هو يديره بقى فربنا يوفقهم ان شاء الله الماتش الجاي سواء الجهاز او اللاعبين. مين هيكسب بكره، الهلال ولا تشيلسي؟ ما زي ما انا قلت تشيلسي بنسبه 75%، لكن الماتش مش هيبقى سهل. مش هيبقى سهل، لا الهلال مش فرقه سهله، بس انا متوقع ان تشيلسي اقرب بنسبه 70 75%.